روسيا بلاك بيت فكرة ديال مولد النبوي الشريف، وفي هذه السنوات لقات ذكرى ديال مولد النبوي الشريف وذكرى ديال وفاة ديال الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله. أنا غير حيت شوف مثلا كفنانة وكممثلين وك العادة مثلا كيلعبوا كل مرة ملي كيتوفى شي واحد ولا كل سنة كيبغيو يذكروا به، حيت لأن الإنسان عنده في واحد العقلية في الباطن أنك مجرد أنك كتجبد لواحد الشخص مجرد العقل الباطن كيتحل كتجبد بحال كيقولوا داك الأفكار اللي كان عندو كفرين. اليوم ملي تلاقينا معاك هذا الشعب بلا أنت شيخ القرضاوي أنت اللي عرفتنا به وكتعرفو الظاهر كنا يشد عليا الراحة باش نروح واحد الساعة شوفها نهار 26 شهر 9 ويوم 30 وتلاقات مع الوفاة وتلاقات مع الذكرى ديال مولد النبوي الشريف. أنا بغيت غير تعطيني واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق فكرنا ماشي دابا اليوم غدا ولا تفكرنا مثلا غير بعض المحطات مثلا حيت هو اللي أسس اتحاد علماء المسلمين وتأسس في لندن ماشي في شي دولة عربية ولا وهاد الهيئة اللي جمعت 1030 عالم. يعني كنحس أنا كمواطن مسلم كنحس بأن هاد الدين عنده واحد عنده رجال كما كنقول، وبغيت تعطينا غير واحد الكلمة عليه على السي يوسف القرضاوي رحمه الله. شكرا سي سفيان، تجمع كل شيء. سي رشيد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله. ثم ما بعد، فقط أريد أن أشكر الشيخ على ما قدم وأفادنا به وأن يجزى الله عنا خير الجزاء، وأن أقول فقط لعيد المولد النبوي الشريف مثلا نرى كثير من الدعاة والعلماء والمشايخ يتحدثون عنه فقط في جانب أنه يجوز أن تحتفل به أو لا يجوز أن تحتفل به، وغالبية العلماء لا يتكلمون عن كيفية الاحتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام. حيت دابا مثلا الشعب تاع وجدة أغلبية الشباب فاهمين غلط، كتقول له اش داك الشيء اللي كديروا مثلا من هاد القنابل اللي كيفرقعوها وهاد المسائل اللي كيفرقعوها، كيقول لك كنحتفلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني طريقة والأسلوب باش كيحتفلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قد نتحدث شيخنا إن شاء الله عن هذه المسألة ووضحها للناس. شكرا سي رشيد. حاج فيصل. أولا باش تراجيك نشكر السي النهاية على حسن الشيء اللي جا في الدرس ديالو هو ديال أن الإنسان يتعلم الدين ديالو، يتعلم الكتاب والسنة، ويعرف كيف ينزل تنزيل هذه المرجعيات على ارض الواقع. حنا لاحظنا من خلال تتبع الرحله اللي قام بها السي عبد الله بن هاري مع واحد الجمعيه يقولها جمعيه احياء. هذه الجمعيه اللي شفناها كتقوم بواحد الادوار كبيره، ومنها هذه المساعده ديال هذا الناس المتضررين في الزلزال. حبذا لو انه كيف استنى هذا يعرف على الناس هذه الجمعيه، لان هذه الجمعيه كتستقبل واحد المساهمات كبيره في المغرب، وكيكون بعده انجازات اللي كنشوفوها في مواقع التواصل الاجتماعي، منها هذا بناء حفل الابار وهذا مساعده الناس المتضررين بالزلازل، وبرئاسه الرئيس ديالهم هو إلياس الخريطي. حب بدلوا أن السي عبد الله النهاري بخلال أنه كان نتجاور معهم هذه الأيام هذه ديال الزلازل اللي حدثنا عليهم ويعرف الحضور بهذه الجمعية. شكرا سي فيصل. بقى شي مداخلة ولا نعطيو الكلمة للسي عبد الله النهاري؟ إذا تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه يخبرنا في حديث عبد الله بن عمر يقول من علامات الساعة أن يرفع العلم
ويفشو الجهل. يرفع الله العلم لا ينتزعه من صدور العلماء انتزاعا، ولكن يرفع الله العلم بموت العلماء. فإذا مات العلماء ودفنوا، دفن ما معهم من العلم. فإذا أظلمت الدنيا بغربة الدين وفشو ظلمة الجهل وخفوت نور العلم بموت العلماء، يتخذ الناس رؤوسا، شو رؤوس، شو رؤوسا جهالا، لأن يبقى محتاجين للدين، لكن ما يصيبوش كل يسقسي كاع اللي داير شي رزة أو اللي يبان لهم داير شي لحية يمشيو عنده يسقسيو، مساكين باغيين الدين، لكن العلماء الربانيين ماتوا وكيبقاو يتقمصوا الدور ديال العلماء. شكون؟ جهال. السيد اللي عمرو ما قرا أو اللي عنده واحد أربعة ديال الحروف أو اللي عنده زوج ديال الأحاديث ودار واحد اللحية طويلة ودار واحد اللعبة قصيرة، صافي قالوا له أنت الشيخ وتاق، وبقى غير يهرفش يهرفش، ما عرف لا حكمة، ما يعرف لا السبب تاع النزول ديال الحديث، ما يعرف لا سنة، ما يعرف لا متن، ما يعرف كيف يتعامل مع النص، ما عرف واش الكلام اللي في المتن هو كلام موجه لمن، للعين أو لا موجه للأمة، ما عرف واش ذاك المتن تاع الحديث صدر من النبي كرئيس دولة ماشي شيت أو لا كنبي. راه مسائل كبيرة 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 كبيرة، غير واحد وانت تجيب حديث هكذا تضرب. نقول لهم درت لهم واحد شي عامين ولا وانا كندير لهم كيفية التعامل مع السنة. جبت لهم واحد ضابط من الضوابط، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول من قتل قتيلا فله سلبه، وكيقول النبي صلى الله عليه وسلم ايوا زيد من اصلح ارضا مواتا فهي له. هل النبي صلى الله عليه وسلم تصرف تصرف النبي المبلغ عن الله؟ اذا فيصبح هذا ملزم للامه كلها، لان هذا النبي قال او الا تصرف تصرف رئيس الدوله بحيث ليس هنالك وحي، وانما تصرف وفق ما يراه المسؤول وولي الامر لخدمه مصلحه الامه. يلا ايوا قول لي انت، واحد غير قال صافي صافي، ايوا كي نديرو نطبقوا من قتل قتيل فلا وسلبوه في المعارك ديال اليوم. الطياره تجي كذا، هو في الطياره ورا ضرب 700 واحد اللي دار ديال العديد، غادي يدي الديار ديالهم ويدي الذهب ديالهم ويدي كي يدير هذه كي يدير هذه يطبق هكذا. واذا كتقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم تصرف بصفته جيد قائد عسكري ينظر الى مصلحه الامه، ما جاش فيه كلام تاع سيدي ربي قال له منين شي قتيل يقتل شي واحد الدين، لا سيدي ربي قال واعلموا ان ما غنمتم من شيء، تكلم عن الغنيمه بعد الانتصار. هذا يروج جهال، واخا عنده لنا الاخر واخا يقولوا له الشيخ مبجل كيعطيو شي فتاوي غريبه جدا جدا جدا. بقى غير استغرب انا استغرب. اذا فاذا عاش الناس ظلمه الجهل بعد ان رفع الله العلم، واسمع اذا كان الشعور ما يعيشوا الغربه، اسمع الوقت كيقول لك ارحموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر وعالم بين جهال. ما يبقاوش يعرفوا القدر ديالو. تعرفوا القرضاوي؟ ماشي من العلماء اللي جاوا في المجددين على راس 100 العام. هو من العلماء الذي لا ياتون الا في 800 عام و700 عام. هذا في صف ابن حجر. وفي صف اكابر، هذا ماشي عالم ديال قطر. ولا ديال زنقه. ولا ديال كذا. وكيديروا له شي وحده. دوك اللي كنقول لهم الوهابي، دوك اللي مديك الجو بابا بابا قراو له، هذا غير قراو له، قراو له فين؟ قراو له في اللغه وفي الاصول، كتب في كل شيء في كل شيء في كل شيء، وفي الاصول وفي علم الحديث وفي الصحوه وفي، هل ترك عنده الموسوعه فيها 105 تاع المجلدات
خمسة تاع الموجة غير باش تقرا واش خاصك منعها وماشي غير يكتب واش هو أسس كيما قال ماشي بقى غير يكتب أسس شكون الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين زيد واش هو في أوروبا اسمه مجلس الإفتاء الأوروبي في أوروبا زيد نصرة الحجاب زيد نصرة النبي زيد إوا زيدوا حملة 100 يوم وواحد لتدعيم فلسطين وشحال تاع المؤسسات وثانيا كان مجتماعي تقول مين راه يجي بهذا الوقت يزور المريض ويصلي على الميت ويمشي للعرس ويمشي لكذا ويجاوب على الناس فين 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 ويجي واحد السيد يجي واحد السيد ما عنده شي كتيبات صغيره يبيعوا ما كذا البترو دولار على التوحيد توحيد توحيد الربوبيه فهموا غير توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه توحيد كذا صافي عندهم هكذا انا ما كنتش هكذا راك 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 مشرك صافي ويحكم عليك بالشرك وكاع كفروا الامه الاشاعره ماشي مسلمين الماتوريديين ماشي مسلمين واش هو خليت انت واش خليت انت حكموا على الامه وخرجوا على الامه والشيخ نتاعهم اللي كيقولوا له مجدد راه خو سليمان جا ضده قال له تخليوا المجرمين ولا قالوا انت تنوض لكن هذاك 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 ما مدر عليه واحد لان المقصود هو هذا ولذلك غريب غريب لان شكون قال لك ما داروش عليه ما داروش عليه الاخر راه يلعن من قبل الكثير من الناس ممن يتصدر العلم زورا لا يعرفوا لا يعرفوا الفضل لأهل الفضل إلا أولو الفضل حاضر في كل قضايا الأمة ثورات كان هو على رأسها يساند الشعوب حتى تحرر إرادتها لكي تعود الأمر إلى الأمة ولم يرضى بهذا الحكم الجائر المستبد وجر عليه الويلات قالوا له انت هو المفتي انت على الناطو وانت هو العربي هذا هو قلت لك يعني الثورة الربيع العربي هذا كله اللي كنت اتكلم عليه دخل الى السجن وزال وزال هذا من العلماء شو مازال التاريخ سينصفه لقيت اللي كان تولي الامر للأمة الأمة الان مسكينة راه مسيوقة صايقينها شكون صايقينها شكون راكم تعرفوا شكون اللي راه يسوقها لذلك هما ما يبغيوش هاد الناس تاع النماذج هذه النماذج ما يبغيوهاش هذا الفهم العميق الناتج عن دراسة عميقة السيد من الأزهر خرج من الأخر تعرف ولا راه ملي كانت عنده 30 عام كان يألف المؤلف الأول ديالو الحلال والحرام مترجم لكثر 60 لغة هو المؤلف واللي باقي لحد الآن كان ممنوع في أوروبا ممنوع في أوروبا كتب في كل أنواع الفقه كيف نتعامل مع القرآن هذه الفقه كيف نتعامل مع السنة هذه أنا درتهم زوج كيف نتعامل مع السنة درته في المقر وكنت وكيف نتعامل مع القرآن درته في النهضة قبل ما بديت نبدي في التفسير أنا كان دير الآن الجمعة في المقر قبل ما نبدي في هذاك الشيء حتى كملت الكتاب نتاع كيف نتعامل مع القرآن تاع القرآن أنا ودي فيه لك ولذلك السيد كيقول لك يعني راه ما يهضروش عليه الناس يهضروا عليه اللي يعرفوا قدروا شكون اللي يعرف أين هو الإعلام المسلمين أهل السنة عندهم شي إعلام ولا ما عندهمش ما عندهمش كل شيء الإعلام اللي كان واسمه ديالش إما نتاع الروافض وزيد ولا ديال شي داك اللي كتسيبو نتاع السنه داك الشيء ديالش ديال من ديال داك التيار ديال الخليج اللي عنده اسمه وعنده العلم عنده علم سطحي غير مؤسس وما عنده سند عنده سند الا بغيت العلم الحقيقي واحد المغاربه العلماء تاع المغرب ياك يا ودي كما جيت شوف العلم كي داير موس انا حضرت لواحد المحاضرة نتاع عبياط عمرو ما كان عمرو مشيت لذاك المركز مشيت ما نسمع العين نتاع واحد محاضرة حول 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 نظرية المقادير في الشرع وهي ودي وهي التأصيل
وهي البحر وهي تا الخليج منين يجي واسمو يدير كي داير الدرس اللي داير كي داير قال رسول الله صلى كذا كذا الظهر تحسن بعلك بالسلام عليك يا ودي يا ودي يا ودي العلماء ديال المغرب يا ودي يا ودي يا ودي, يا ودي. هذاك شي مأصل ومؤسس يتكلم لك منا ومنا ويجيب لك منا والنظائر والاشباه لان عندنا العلماء تاع المغرب القرافي اقرا القرافي اقرا المقاصد نتاع الشاطبي اقرا غافهم غافهم واسمو يقولوا غافهم بن عبد البر غافهم واسمو يقول غافهم واسمو يقول غافهم واسمو يقول كان يسموه علماء المشرق والمغرب هذا العلماء تاع المغرب لذلك القرضاوي الان ما يحتفل به حد وكاين اللي راه عاد يسبوا كاين يجيو شي صحاب الحياه ويبقاو يديروا ديك الخيج يبقى يقول لقد فعل وفعل وافتى كذا ويجيبوا له شي فتاوي هكذا الاخر وظل هنا هو مسكين واش هو ولد بيحشم شويه على عرضه يجلس شويه زعما يجلس غير يجلس غير في البلاصه الله يرحم الكريم هذه واش انا قرايين نمشي نبقى مثلا نقيم واحد العالم وانا شكون انا اللي نقيم انا ما عندي علم كي ندير نقيم انا يجي واحد السيد حافظ حديث ولا بقى يقيم القرضاوي ويبقى يسب القرضاوي والله سيدي ما عارف مسلم واش بغى يقول وانت واش قدمت القيامه غادي تكون الله يحفظه ويستر يعني الخصم تاعك القرضاوي والخصم تاعك العلماء الذين ابلوا البلاء الحسن في تعليم الامه ما كاينش واحد النقطه في الكره الارضيه ما استفش من القرضاوي رسائل ديال الدكتوراه في المكان في الصين في الصيف تركستان عندهم رسائل على غير في جانب الجوال لذلك قرضاوي والعلماء الكبار ما يهدرش عليهم على حقاش اللي راهم يسيروه مازال ان شاء الله تبارك ولكن سياتي التاريخ لينصفهم كما انصف بعض العلماء حينما لم يعرفوا حقهم في زمانهم غيره وحسدا وعقدا لكن لما ذهبت تلك الاسباب وجاء الله تعالى باسباب جديده ايوا عرفوا الناس حقهم. السؤال الثاني قال لك اودي تنزيل العلم على الواقع قال لك تكلمنا عن جمعيه احياء وذاك الشيء. جمعيه احياء هي اللي نسقت معاها من كنت غادي نمشي ان شاء الله تبارك وتعالى لهذاك المكان وهذه جمعيه الحمد لله يعني جمعيه حاضره في المجتمع وديال عند فيها مجموعه تاع الشباب ويعملون الاعمال الاجتماعيه على طوال العام طول العام يحفروا الابيار يديروا مشاريع وكذا وراه عنده صفحه على الفيسبوك وعنده ان شاء الله تبارك وتعالى عاودك عنده في اليوتيوب وعنده في الاخر فالحمد لله نالت باذن الله تبارك وتعالى ثقه المواطنين والان راه مع التمايا راهم يديروا الان اخر عمل اللي راهم كيديروا ذوك البيوت تاع الخيام ياك وقبل ذاك الشيء دخلوا ذوك جابوا ذاك الشيء ديال هذا الضوء هذا ديال الطاقه الشمسيه والحمد لله يعني العمل كان عنده اثار كبير فهؤلاء الشباب نفتخر بهم و ندعو الله لهم ان ينصرهم ويثبتهم ويشيع الخير على ايديهم هذو هما اللي ماشي شيء لهضروا بحاليا يعني. هذو يخدموا هذو في الميدان هذو اللي خصنا هذو يخدموا في الميدان هذا في الميدان هذا الميدان ما عندك ما تقول السيد حاضر الا قال لك ملتزم ونقول لكم منين مشيت تما تعرفوا شكون هما اللي كيجيو يخدموا الناس وما تعرفوش غير المتدين والله ما غير المتدين غير الشباب المتدين ما تصيبش واحد دوك المنحرفين ولا دوك غير المتدين حتى يفوتوا كيشوفوني يريضوا يسلموا عليا يقول لك حنا منقول مين بالحياة حنا من كذا حنا من كذا حنا من كذا ولكن غير اللي كيجي الوقت يصلي سبحانك ربي سبحان شت العجب هذا غير المسلم غير الشباب المتدين الطاهر غير الوجوء الوضوء بارك الله فرحت انا فرحت جمعهم الله تعالى بلا ميعاد بلا شي ما يهدر معاش اروح اروح قال لي فيه الخير جا كأن الله يسوق أهل الخير إلى ذلك المكان والأخرى راهم جالسين كاين اللي راهي ينتقد كاين اللي راهي الثالثة إن شاء الله قال لك
اسمه هو احتفال بهذا الشيء المقطع. انا مشيت للثالثه ونسيت الدوزيام. ها هي طريقه تاع الاحتفال. هو درك القضيه ديال الاحتفال بالمولد ما نظلوش نهضروا على هذا الشيء، لان شي واحد كيقول الاحتفال بدعه والنبي صلى الله عليه وسلم احتفلش وهذا الشيء. هذا ان شاء الله تبارك وتعالى منهج خاطئ في التعامل مع السنه والبدعه. واش هي البدعه؟ ليه كل ما لم يفعله رسول الله بدعه؟ كاين البدعه اللغويه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما جمعش المصحف ولم يامر بجمع المصحف. ملي مشى سيدنا عمر لما استحر القتل في القراء، مشى عند سيدنا ابو بكر قال له يا ودي راه استحر القتل في القراء، خصنا نجمع القراء. قال له ابو بكر هذا او افعل فعلا لم يفعله رسول الله. قال لك فلا زال بي حتى شرح الله صدره. ومشى سيدنا ابو بكر عن سيدنا زيد بن ثابت قال له انت شاب ولا نتهمك قد استحر القتل في القراء، ونخافوا ان شاء الله تبارك نوقعوا في الفتنه نتاع ذوك الكتاب غادي يختلفوا نجمعوا القران. قال له افعل فعلا لم يفعله رسول الله. باش يرد على هذا. فلا زال حتى شرح الله صدر الاسلام وجمعوا القران. ايوا جمع القران وعلوم اللغه وعلوم الحديث وجمع الحديث. هذه راه لابد هذه باش تخدم الدين ديالك. هذه كتسمى المصالح المرسله. مصالح مرسله تخدم بها الدين. هذه مصالح، هذه تسمى السنه الحسنه. من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر معها. البدعه واسمي هي البدعه في الدين. في الدين تخترع طريقه في التعبد، في التعبد، والقصد منها مضاهة طريقة رسول الله. يقول لك قراءة القرآن جماعة بدعة. قول له ما هي البدعة؟ يقول لك ما لم يفعلها رسول الله. قول له غلط. تفسيرك للبدعة قاصر. المعنى تاع البدعة اسمه اختراع طريقة في الدين. دل في العبادة وفي العقيدة وفي زين. ها الشرط له. والشرط الثاني واسمه هو؟ زين. لا أصل لها في الكتاب والسنة، لأن الرسول كيقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أما من أحدث في أمرنا ما هو منه ماشي بدعة مطابقة. هذه كاع ما يعرفوها، هذه كاع ما يعرفوها، هذوك صحاب الأخرين كاع ما عارفينها. هذه غادي يبدعوا الأمة ويكفروا الأمة كلش. والثالثة واسمو القاعدة واسمو القصد منها مضاهاة طريقة، يعني القصد نتاع هذا اللي اخترع الطريقة يكون القصد نتاعو أنه يضاهي طريقة. يقول لك أنا طريقة التعبد حسان من طريقة النبي، هذه ما يقولها تاعي. نجيب قراءة القرآن جماعة، هل هي طريقة لم يفعلها رسول الله؟ نعم نعم. سيدنا النبي قرا والآخرون يسمعوا والآخرون يقرا. ها الأولى الشرط الأول تاع البدعة فيها. ثانيا لا أصل لها في السنة، قراءة القرآن جماعة ما عندهاش أصل في السنة ولا عندها؟ عندها. ولا عندها ما بقاش بدعة. إن الذين يتلون كتاب الله. مجتمع يقول لك يتلون يفسرها بحاله، واحد يقرأ والآخر يجري. قول له تحتملون معنيين باللغة العربية، لأن خصك تقرأ الأصول. خصك تقرأ الأصول. والثالثة واسمه هي؟ هل قصدوا من قراءة القرآن جماعة زين؟ هي مضاهات؟ لا، طريقة الرسول أحسن. شكون اللي قال لكم طريقتنا أحسن؟ ورابعا زين، فإن قراءة القرآن جماعة زين تحقق مصالح مرسلة. أولا القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها، فكان لابد أن نقرأ جماعة في كل حتى يرسخ ولا ننسى، لا نسقط في مفسدة عظمى وهي نسيان كتاب الله. ثانيا كم من إنسان لا يعرف قراءة القرآن، فإذا كان يستمع إليهم يعرف يقرا القران، وكاين اللي يعمى وغير يسمع ويحفظ، وكاين حتى هما هادو اللي يقول لك بدعه قراءة القران. يقول لك اذا كان القصد منها هو للتعليم، هاك الشيء يدير التعليم قال لك ماشي بدعه. ايوا التعليم عباده. والسلام عليكم. اش راكم قاتلين عباد الله؟ اذا هذه البدعه. ولذلك حنا الاحتفال، واش هو الاحتفال تاعنا حنا؟ واش هو؟ نفرحوا ونشكر الله تعالى زين، ونحتفلوا. باش نحتفلوا؟ بالمسائل اللي شرحها الله. ها هو اجتمعنا غادي ناكلوا الطعام، وماذا به؟ لا جاب لنا شي تمر ولا جاب لنا شي حليب ياك، والحمد لله لان اطعام الطعام اصل،
والاجتماع على الطعام طعام أصل، والاجتماع على ذكر الله والقرآن أصل، والاجتماع على الدروس أصل. إيه كاين شي حاجة أنا اللي بدعة هذا ها قولوا لي، كاين تشوفوا شي بدعة ضلالة في هذا اللقاء؟ وقولوا لي لا غير قولوا لي، قولوا ربما راني ما شايفش أنايا. ولذلك الإنسان إن شاء الله تبارك وتعالى المقصود نتاعو من هذا اللي كيقول الاحتفال، اللي بغيت تقول الاحتفال ما تقولش الاحتفال. وذكرهم بأيام الله، هذا يوم من أعظم أيام الله، حتى قال العلماء أيهما أعظم عند الله، ليلة القدر أو يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ شكون هو اللي أعظم عند الله تعالى؟ يوم الميلاد. علاش؟ ليلة القدر محدودة وغير المسلمين. ليلة القدر غير المسلمين وغير اللي يصوموا. أما ليلة الميلاد فهو نور بزغ للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني لو كان ما كانش النبي غادي تكون ليلة القدر لا غادي يكون شي إسلام. ودرك هذا الاحتفال اللي احنا عندنا فين 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 الاخر، وهذا هذا البارود، هذا لا 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 المحرقات. واش عباد الله المحرقات يشري الانسان لبين لولده ولا الولاد يشريوا المحرقات ويبقاو يفرقعوا تفجير هذه المفرقعات. المرأة تكون حاملة تطيح، هو الضرب والعين يعمى، روحوا الليرجونس نتاع المستشفى وتشوفوا الالم. والسيد النبي اللي قال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، غادي انت يا الله يحفظ ويستر ولاد المسلمين يتفكروا يوم الميلاد بعينه مشات له الكربير ضرب الراس، المراه هودت لها الاخر. يعني حنايا نبغيو نلصقوا الارهاب في النبي بالسيف. هما منين يديروا ذيك الليله نتاع المولد نتاع سيدنا عيسى يجيبوا الديك والبزاوز والكادويات والكذوب نتاع بابا نويل، وحنايا الرق الواقع. علاش نديروا هكذا؟ هذا الشيء ما الشباب ما خصوش. بغيتوا ديروا ذوك المحرقات ديروهم ان شاء الله في الليله نتاع الليله نتاع جاش. بغيتوا ديروا المحرقة شي ليله ديال العرس ترت تقول شويه الاخر، وحتى ذيك الترتيقات في تاع العرس خطير خطير. انا مشيت لواحد العرس في واحد كبيره واحد الاخر في واحد المدينه، وشتهم يفرقعوا ذوك الصوار كذا، قلت له نوض 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 واش هنا العراق؟ شت كي داروا العراق؟ قلت 100 قد واش العراق واش موقع لهم؟ 100 واش سمعت؟ وهذا الألعاب هذه فيها واسمه، فيها خسارة الفلوس، فيها الله يحفظ ويستر المغامرة بالصحة نتاع أولادنا، فيها المغامرة بالصحة نتاع النساء ونتاع الرجال ديالنا، وفيها 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 هذه العلامة اللي راهم باغي يلصقوها لنا في الدين تاعنا نتاع الإرهاب. قول شو 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 الاحتفال تاعهم لا روعوا روعوا الموسيقى. وسيدي النبي كيقول لك في لا تروع أخاك، ما تروعوش تبزاق، لا تروع يا اخي. يا الله رزقنا محبه النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير. نشوفوا لك كاين شي واحد قال لنا شي سؤال هذو البعاد. احمد جميل قال لك من ليس تتوتر كذا بكبيره وهو يعمل الصالح من الصلاه وذكر عمله يدخل الجنه. يوم القيامه سيكون الميزان، العمل الصالح صالح، عندك الحسنات والكبيره راها مصيبه، اذا لم تتب منها ولقيت الله على ذلك كاين ميزان، فأما من ثقلت وأما من خفت. ما هو النصاب تاع الزكاة بالدرهم؟ هذا من واجبات المجالس العلمية أن تحين في كل شهر قيمة الزكاة، ولكن ما يديروهاش. الزكاة النصاب نتاعها هو القيمة نتاع 85 غرام ديال الذهب في السوق الحالي. إلا راه دير 40,000 ديك عيار 18، 40,000 ضربها في 85 تعطيك شحال؟ 3 ملايين. إلا عندك ذاك القدر تخرج الزكاة، عندك قل ما تخرج الزكاة من يدور عليه العام. ولكن حنا المجالس العلمية حتى هذا ما ديروش. طيب. هناك إمام لا يحضر إلى المسجد ليتم الصلوات منذ 2013، يأتي وقت ما يشاء ويرسل من يأمنا كيفما كان، وكل من هب ودب أصبح يأمنا لدرجة أصبح لدينا 8 أئمة تقدمنا بشكوى للمجلس كذا ولكن لا نتيجة. إيوا هذا إمام وماشي إمام. ثمن شهر من 2013 غير 10 سنين
ودار لهم 8 تاع الائمه مخير هذا وبخين عاد ما قال لكم ما قدرناش نقلعوا هذا غير امام تاع الجامع ما قدرش تقلعوا في هالبلاد شتو الفساد في مصر وصل حتى للجوامع العبث ها العبث هذا العبث صافي راه جاتنا ان شاء الله تبارك وتعالى الله يعاونكم السلام عليكم